أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، والآن رح ننتقل لفقرة الدين حياة مع الدكتورة نداء زغزوق والحديث عن الرجولة. صباحك سعيد دكتورة، وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بألف خير. صباحك كيف العيد كان معك؟ تمام، عيد. طيب الحمد لله. إن شاء الله كل أيامك عيد وأيامنا جميعا يا رب. شكرا إليك. الهوى معك دكتورة. شكرا جزيلا أيها الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. وموضوعنا اليوم كما قال الإخوة وراء الكاميرات قبل قليل بأنه موضوع قاس وجميل في الوقت ذاته. موضوعنا هو عن الرجولة، فكم منا من يفترض بأنه قد حاز الرجولة وأنه قد امتلك أسرارها وامتلك يعني ما يؤدي إليها وما يؤدي أن يوصف بها. حتى المرأة أحيانا يعني تفتخر بأنها لا تقول أنا رجل، ولكنها تقول أنا أختي رجال. ولكن ما هو مقياس الرجولة؟ كيف أعرف بأنني فعلا قد دخلت في المنطقة التي أستحق فيها أن أكون موصوفة أو موصوفا بالرجولة؟ الله تعالى أعطانا آية قرآنية فيها بعض الأسرار وفيها بعض المفاتيح التي قد نفهم منها معنى الرجولة. فالله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. البعض يفهم هذه الآية فقط على أنها تكون في الجهاد في سبيل الله، ولكنها فيها أسرار قد تعطينا المفاتيح والمعاني كما قلت للرجولة كاملة. فهم رجال، الرجال يصدقون ما عاهدوا الله عليه، ويصدقون ما عاهدوا الآخرين عليه، ويصدقون ما عاهدوا الكون عليه، ولا يبدلون تبديلا في صدقهم هذا. إذن الصدق، الوفاء بالعهود والمواثيق، وعدم التبديل والتردد والتراجع إذا كان في هذه المواثيق وفيما ألزموا أنفسهم به، هو معنى الرجولة. ماذا نتخيل؟ الموضوع واسع، الموضوع كبير جدا، ولكن لنا أن نصنع مع بعضنا الآن بعض التطواف على بعض العهود والمواثيق التي يلتزم بها الإنسان. منها ما يلتزم بها ضمنيا، نعم، ميثاق يلتزم به الإنسان ضمنيا. فمثلا لا يمكنني أن أدخل إلى بيت وأن آكل مما يقدمونه، وأن أشرب مما يقدمونه، وأن أجلس على كرسيهم وأرتاح، وأن أكون في حماهم، ثم أطعن في أهل البيت. هذا ينافي الرجولة. نعم، هنا تمس الرجولة عندما يتصرف الإنسان بهذا التصرف. إذن هذا ميثاق ضمني أنا وضعت نفسي فيه، يجب علي أن أنظر ماذا تملي علي رجولتي أن أفعل. الميثاق الذي يعقده الرجل والذي يدخل نفسه فيه إذا عقد الميثاق الغليظ وهو الزواج. عندما أرى رجلا يتغنى بالرجولة، وأنا ابن كذا عشيرة كذا، وأنا وأراه كيف يعامل زوجته وأهله، أجلس طويلا وأتفكر: يا هل ترى هو ما معنى الرجولة؟ هل الرجولة هو أن لا أترك رائح ولا غاد إلا وأقول والله غير تتغدى عندي، والله غير تفوت، والله لا أذبح لك، والله لا أسوي لك؟ هذه هي الرجولة؟ نعم، هذه رجولة، وهذا نمط من أنماطها. وقد امتدح نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الضيوف، وعندما ذهب مسرعا وجاء بعجل حنيذ، ويعني ذبح العجل وسلخه وجهزه وشواه وأتى به للضيفان. هذه رجولة، نعم. ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي مارس هذا النوع من الرجولة والكرم أيضا، ولكنه أيضا نبهنا: قبل أن تكون على هذه السوية عليك أن تكون على سوية أعلى، أو على الأقل مشابهة مع أهلك. فخيركم خيركم لأهله، وأرجلكم أرجلكم مع أهله ومع أهل بيته، أمه، أبيه، زوجته، أولاده، بناته. كيف يكون الإنسان رجلا مع أهل بيته
إنني أشهد كثيرا من المواقف وكثيرا من أنماط الرجال الذين يكونون في غاية اللطف والظرف والكرم والسخاء ولين المعشر مع الآخرين خارج بيوتهم، حتى إذا دخلوا إلى البيوت صاروا عبارة عن قساة غلاظ، لا يتكلمون إلا بالأمر وبالنهي. ثم هناك نوع من الرجولة أنا لا أعرف كيف يستقيم مع عقول وأذهان وأخلاقيات بعض الرجال، تراه كريما جدا 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 وبدون حساب من أجل أن يقال عنه كريم بين أصدقائه وبين الناس، حتى إذا جاء عند زوجته وجدته يتعامل معها بمادية مفرطة بل بمادية مؤلمة، تجده ربما لا يحب أو يستحي أن يطلب منها راتبها الشهري بشكل مباشر. هي تعمل، ربما هو لا يقول لها أعطيني راتبك هكذا، ولكنه يفعل الكثير من الحركات ويتبع الكثير من الاستراتيجيات، وأنا أعرف ما أقول ومن يسمعني يعرف ما أقول، النساء تعرف ما أقول والرجال يعرفون ما أقول، بأن هناك حركات معينة يتبعها بعض الرجال في التعامل مع زوجاتهم من أجل أن يقول لها لن أرضى عنك زوجة وأما لأولادي وواحدة تمكث وتعيش في هذا البيت إلا إذا دفعت، وكلما دفعت أكثر تحوز الرضا أكثر، وكلما دفعت أكثر أحيانا بعض النساء يدخلن أنفسهن في شكات وفي كمبيالات تتورط أحيانا دون أن تدري زوجها أو مع درايته من أجل أن ترضي زوجها. لماذا؟ لأنه ضمنياً أو تصريحاً لا يرضى ولا يعطيها الوجه الطلق إلا إذا دفعت. أين الرجولة؟ أنا لست أدري. بعض النساء تقول والله واحدة قالت لي والله إني أشعر بأن زوجي ينظر إلي وأنا آكل وأشعر به إنه لا أتهنى بالطعام وأنا آكل من الطعام الذي قد أحضره، أشعر بشعور وكأنه بينظر إلي وبيقول لي إنه الطعام خسارة فيكي، أنت يعني شو عملتي حتى تاكلي؟ فأقول لها لعلك تتحسسين أو أن عندك عقدة نفسية داخلية تجعلك تشعرين بهذا الشعور؟ فقالت لي لا والله لست كذلك، والدليل، انظروا إلى الدليل أيها الكرام، دليل مؤلم جدا. الدليل أنني عندما أكون حامل، عندما أكون في مرحلة حمل لا أشعر بهذا الشعور. هذا أمر في غاية الفظاعة. ما العلاقة؟ أين هي المعادلة؟ تقول عندما أكون حاملا أشعر وكأنه يقول لي كلي اتغذي تهني صحة وعافية، ولا يقولها كلاما ربما يقولها بعينيه لأنه يريد أن يغذي طفله الذي في داخلي، فإذا لم أكن في مرحلة حمل أشعر به وكأنه يقول بأن الأكل خسارة فيك. عندما قالت لي هذه المعادلة أدركت بأنها ليست مفترية، ليست معقدة، ليست مدعية تشعر بأشياء ليست موجودة، ما دامت تفرق بين النظرتين. أية رجولة هذه التي يدعيها رجل لا يقوم بواجب أن ينفق على زوجته أو أن يطعمها، ثم إذا أراد حقه الزوجي منها وجد بأنه فحل وبأنه رجل وبأنه من حقه أن يأخذ هذا الشيء. إذا كنت قد ألزمت نفسك بهذا العقد أنك تريد أن تأخذ، فعليك أن تكون رجلا في أداء ما عليك أن تؤديه. إن الرجولة هي أن تؤدي وأن تبذل ما عليك دون أن يطلب منك ذلك من أصحاب الحقوق، وقبل أن تطلب ما تريده أنت من هؤلاء الأشخاص. إن العقد الذي يدخل الإنسان نفسه فيه لابد أن يكون رجلا في مراعاته وصادقا في مراعاته. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كل منا يحب جدا أن يوصف بأنه رجل أو أخت رجل بالنسبة للنساء،
قبل أن نحب هذا الأمر، هل طبقنا فعلا ما تمليه علينا هذه الرجولة؟ ورجولة أصناف وأبعاد وأطر كثيرة، رجولة مع الله، الله الذي أنا أعيش وآكل من خيره وأقطن على أرضه وأستظل بسمائه، ثم يأتيني نداء الله في اليوم 5 مرات فأقول لا أريد أن أصلي. هل أنا أعترف بوجود الله سبحانه وتعالى؟ إذا لم يكن أحدنا يعترف بوجود الله فهذا شأن آخر، ولكن عليك وعلي أن ألتزم بهذا الأمر وأن لا أبدل هذا الكلام إذا تعرضت لشيء من الخطر، فلا أكون كذلك الذي ظل طيلة فترة السفر في الطائرة يتحاور ويحاجج الذي يجلس بجانبه ويقول له أنا لا أؤمن بوجود الله، ليس هناك إله، لي أنا مل، فيقول هذا الصاحب، يقول عندما اهتزت الطائرة وشعرنا جميعا بأنها ربما سوف تسقط وجدته قبل كل أحد يقول يا رب يا الله نجنا، أنت قبل قليل كنت تقول ليس هناك إله. إذا أنا آمنت بأن هناك إله فعلي أن أنظر ما هو حق الإله وما هو حق البشر وما هو حق الكون وما هو حق الوطن، من أجل أن أبر بالعهود الضمنية والعهود التي أدخلت نفسي بها نصا فأبر بها جميعا. لماذا؟ لأنني رجل من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صباح الخير على كل رجل وعلى كل أخت رجال. صباح الخير إليك.